يجري على الحمام، يبص على السرير ويجري على الحمام، بص ويجري، بص ويجري، بص مش شاطر غير في الجري، احسن واحد يجري وتقعد تتفرج عليها وتجري على الحمام. لا ده انت كده لا مؤاخذه. اول شيء تشترك في القناه هيطلع لك الجرس الصغير، تضغط عليه او تشاور عليه او تحط بصمتك عليه ايا كان، على طول هيتفاعل معاك وهتجيلك الاشعارات بمجرد ما بننزل حلقه 6 ونص صباحا او 7 صباحا، وبعد كده الساعه 5 مساء، وبعد كده المباشر بيكون ما بين الساعه 7 والساعه 8. دي المواعيد، وهتجيلك الاشعارات مجرد ما تفعل الاشتراك في القناه سواء مع ساعه مع حنفي او مباشر مع حنفي، والجرس يطلع لك تفعله، خلص الموضوع. عشان بس كتير جدا بيسالوني في الموضوع ده. اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضية دي وانا عايزكم تركزوا فيها، لان دي بتهم كل شاب مقبل على الزواج، كل بنت مقبلة على الزواج، كل اب وكل ام بيجوزوا ابنهم او بيجوزوا بنتهم. درس مهم جدا، وخاصة ان شبابنا مضيعان صحتهم على الإثارة الجنسية وممارسة العادة السرية. انا ما بحبش الكلمة دي على فكرة، حتى في بعض الستات الاطباء المتخصصين جدا معرفش من عضب والكلام ده كله بيتكلموا بنوع من الإباحية فيها، الواحد بيخجل أحيانا أنه يتكلم بالشكل ده، لكن أنا هتناول فيها بشكل خفي، لأن ممكن أنتوا عارفين أن أنا ما بحبش أدخل في مواضيع فيها جنس بشكل يعني، لأن بحس أن في ناس كتير بتشوفني وأسر، وبالتالي أنا بحافظ على كل كلمة بتطلع مني. إيه اللي حصل؟ نور عندها 26 سنة يعني منذ صغيرة، ومحمد عنده 33 سنة. محمد كان بيزور أخته في يوم من الأيام، ولقى عندها صاحبتها نور بنت جميلة أمورة بنت ناس، فأعجب بيها، وخاصة أن أهله كانوا بيضغطوا عليه لازم تتجوز، لازم تتجوز، 33 سنة أنت كبرت، أنت مستني إيه؟ بيقولوا أنا مش محتاج ستات، وتقريبا هو كان مقضيها عادة سرية. فالمهم ضغطوا عليه فقال خلاص أتجوز صاحبة أختي نور، وفعلا تقدم لها، واستمرت الخطوبة 5 شهور. 5 شهور فترة أنا شايف أن هي مش كبيرة، لكن فترة معقولة الناس تتعرف على بعضيها. بعديها أسسوا الشقة وفرشوها ومية مية، ونورة قالت إنه هو شاب كويس ومهذب وطول بعرض وأي بنت تتمناه، وخاصة إنه هو موظف في شركة بترول وإنسان كويس. بتقول أول يوم في الجواز دخلنا شقتنا، دخلنا أوضتنا، لاحظت حاجة غريبة جدا، إنه هو كل متعته ليا إنه هو يبص على جسمي، يعني لا يبص على جسمي، يبص على صدري، يبص على خلاني يجيب لي قمصان نوم مثيره جدا، بيقعد يبص على ادن بيجري يدخل الحمام. انا قلت يمكن يعني بيغير هدومه او حاجه، لكن تكررت كتير قوي انه يسيبني ويبص لجسمي ويخليه يقعد يتفرج عليه ادن يجري يدخل على الحمام. فقلت انا ما اعرفش، طبعا انا مش فاهم هو بيعمل ايه، ما فيش واحده هي نفسها يعني، انا حتى لما شفتها لا جميله جميله يعني فيها كل المواصفات، طول بعرض بجسم حاجه، كمان بالحجاب فما بالك بدون حجاب، لا حاجه تهوم الحجر يعني. فالمهم قالت ابتديت انا اراقبه واعرفه بيعمل في الحمام، لقيت ان هو بينزل شهوته او بيجيب المني بتاعه في الحمام بعد ما بيبص لي ويتم اثارته جنسيا. فانا حاولت معاه وقربت منه اكتر من مره على السرير، لقيت ان هو بيقول لي لا انا متعتي مش معاكي، انا متعتي لما بدخل الحمام. فابتديت طبعا انا يعني اول اسبوع سكت، تاني اسبوع سكت، خايف احكي لاهلي، كل ما اهلي بيزوروني او بتاع بقول كويس وبشكر وبضحك وهو بيضحك معايا، ومش هو نفسه مش حاسس ان هو، واضح ان هو خد متعته في كده يعني، هو حاسس ان هو اتجوز يعني، هو يبص في اوضه النوم على السرير ويدخل يجري على الحمام، يبص على السرير ويجري على الحمام، يعني الراجل تعبان وشجيان ماشي، بس بدل ما يحطهم في المكان السليم بيهدرهم في مكان غير سليم. اخر ما غلبت قالت له لا انت كده لازم نشوف حل، انت كده مريض. قال لها مريض ازاي؟ انا لا اعاني من شيء، انا عندي اتصاب كامل، انا عندي شهوه كامله، انا عندي حيوانات منويه، انا عندي، انت اللي مش عارفه تخليني استفز جنسيا، انت اللي مش عارفه تخليني اتحمس معاكي، انت بارده، انت مش عارفه ايه. يا اخي ده عروسه، يا اخي انت الراجل، حتى لو هي بارده يا اخي سخن انت، يا اخي لو هي بارده حاول ان انت تديها الاثاره اللي تخليها هي اللي تجري عليك، يعني انت عايز منها ايه؟ يعني اي ست خلقها ربنا بتعمل ايه؟ الدور كله من الاول للاخر على الراجل. الست الحاجه الوحيده بتنفع بيها بس ان هي بتخلف في الاخر، لكن دورها كله ايه؟ سلبي. الراجل هو اللي ايجابي في كل شيء، هي مجرد بتقول لك اهو تعال انا تحت امرك، خدني في حنانك، اشبع نداء الجسد، اللي انت عايزه اعمله، انا مش هقول لك لا، بس الشطر انت. وده فعلا هو اي ست بتعمل ايه؟ الراجل هو اللي بياخدها حفر وردم من الاول للاخر، ده شغال من اول انفار،
هو اللي شال كل حاجة، هو اللي عنتيل من أول ما في الفرح بيرقص لغاية ثاني يوم الصبح، هو اللي بيعمل كل حاجة. فالست مجرد إن هي متلقي، فأنت عايز منها إيه؟ أنت عايزة مثلا يعني إيه؟ تمسك تغتصبك؟ المفترض إن أنت باردة سخن، مش عارفة عرفها، ليك ميول معينة عرفها لها، قول لها اعملي كذا وكذا وكذا، انا عايز مني كذا وكذا وكذا، لا ما تعمليش كذا، ايوه امسكي هنا، ايوه اعملي كده، ايوه انفخ هنا، ايوه اعمل كده. هو ده لو يعني ده درس لازم نستفيد بيه، لكن انت تخلعها وتقعد تتفرج عليها وتجري على الحمام، لا ده انت كده لا مؤاخذه، انت مش متجوز بنات الناس عشان تعريهم، انت متجوز بنات الناس علشان تكون معاهم علاقه كامله بمحل الله، لكن اللي بتعمله ده حرام شرعا. وفي بعض الأئمة قالوا أنه أصلا ممارسة العادة السرية أصلا حرام، بعكس اللي بتقوله الدكتورة قطب والكلام ده كله بقى، ومحددة لي كم مرة في الشهر ولا مش عارف إيه، ده كلام هيايز. ده هو قالك من استطاع منكم الباء فليتزوج، اللي ما بيقدرش عليه الصوم، ما قالوش اللي ما يقدرش يدخل الحمام، يعني مش هنهرج. فأمورة اخر ما غلبت معاه وبعد ما هنها وقال لها انت اللي مش عارفه تكوني زوجه، وانت اللي مش عارفه تغريني، وانت مش عارفه تسخنيني، وانت اللي مش عارفه تكوني زوجه صالحه، لمت هدومها حست ان هي فعلا مجرد تحفه بيتفرج عليها ويفرغ شهوته في الحمام، راحت عند بيت ابوها قعدت قالت له مش قادره، انا متجوز، انت متجوزني يا باي علشان اخلع ملط لواحد بيبص عليه ويدخل الحمام؟ الراجل قال لها لا ده كده لازم اروح اقابل اهله، فعلا راح لاهله، ودي كانت بقى الطامه الكبيره، ان الولد طبعا فوجئ ان اهله كلهم واسرته بالكامل بما فيهم الوسيط عرف ان هو بيمارس العادة الزوجية السرية على مراته في الحمام، فضيحة، وخاصة لما يكون مهندس فضيحة كبيرة صحيح. فقال لهم الكلام ده غلط وهي بتبالغ وانا بضحك معاها وده اللي بقول لها وده اللي بهزر كذا وكذا، احنا بس عشان لسه ما تعرفناش على بعض واحنا لسه بس ما خدناش على بعض، وانا يا جماعه اول تجربه ليا وانا خجول جدا وانا مؤدب جدا وابويا معلمنا الادب، ده انا ما بقدرش ابص لها، ده انا وهو اصلا بيخلعها، يبص ويجري يبص ويجري، مش شاطر غير في الجري، احسن واحد يجري حاجه غريبه، رجولته كلها في الحمام، لكن على السرير مع زوجته لا قطه. ودي نتيجة ان كتير جدا من شبابنا بيضيع شهوته على الكلام ده، اتعود على كده بلا متعوده في كده، ما بيعرفش ينسجم غير كده، فلما بيتجوز تفكيره كله في الحته دي مش في كده، لا في كده، زي بالظبط اللي معاه افلام ومسلسلات والمجلات بتاعت زمان بياخدها معاه الحمام بيتفرج عليها، ده انت خلاص انت اتجوزت المرحله دي خلاص خلصت. فشبابنا بيهدروا طاقتهم في كلام فاضي، فعلا بيهدروا طاقتهم بيهدوا صحتهم. انا يعني انا بشفق على اولادنا اللي في الثانويه العامه اللي في المرحله دي في عز المذاكره والضغط النفسي، الضغط ده بيخلي الواد مصار، فبيبقى نفسه يذاكر ويوصل الليل بالنهار بيدخل الحمام، فبالتالي بيهد نفسه يجي يذاكر يلاقي نفسه بكده، بيبقى في الحمام كده بعد ما يطلع بيبقى كده، يجي يذاكر يبقى نفسه بالدماغ كده، لا يوجع صحته بتنهار ولا بيعرف يذاكر ولا بيعرف يتهب، كله ده عشان خاطر البنات. فيا جماعه لازم نعرف اولادنا الصح من الغلط من صغرهم، كل اب يعرف ابنه يعني ايه جواز، يعني ايه حلال وحرام، يعني زوجتك اللي انت اتجوزتها دي لها حق عليك، مش مجرد كيان جميل للمشاهده، لا ده للمشاهده وللفعل. الست زي الارض بالظبط، محتاج ترمي البذره وتسقيها، ولا الارض يا سجاره اللي هي تشقى تفلق، والخوف تلقى اللي يرمي البذره ويسقيها بعيد عن الاصول. اما الست بتتجوز ليه؟ اكل وشرب مع عند بيت ابوها، هي بتتجوز علشان اللي يسقيها اللي يرويها اللي يطفي نار لهيب جواها نداء جسدها اللي مش قادره تقول لابوها انا مش قادره استحمل، فمش صدق تلاقي حد يطفي نار قلبها، فمش ممكن انت تولع اكتر تبقى جنبيها حلالها بلالها، انت تدخل تطفي في الحمام وهي مش عارفه تعمل حاجه على السرير. كل اب لازم يعرف ابنه يعمل ايه، وكل ام تعرف بنتها، ماشي الادب صح والحقيقه يمنعك، صحيح ان انت ممكن تبادري، لكن مدام جوزك بيعمل كده بدري انت بقى اغتصبيه، اغتصبيه، مش حلالك حلالك ولا مش حلالك حلالك، اغتصبيه، اول ما يجري على الحمام شديه على السرير اغتصبيه، خليك انت الايجابيه، ايه المشكله، مش حلالك ولا حرام، حلال ولا حرام، بالعكس ده احيانا الست لو بتاخد دور المغتصب بيكون متعه للزوج اكتر من الاداء العادي، بيحس ان في حاجه جديده عليه، تخيل واحده بتغتصب جوزها، لا جديده جديده فعلا، وزي ما في زوج بيلاقي متعته اكتر، انت عارف بعض الازواج بيضربوا زوجاتهم عشان يتمنى، يعني تلاقي الزوج مثلا طول ما بيعمل لمراته كده بتجري عليه، ايه الغرض ده،
هو انا كل بعمل كده تقول يلا؟ لكن لا، لما يجي يزعلها مره ويقول لها تعالى تقول له لا، يشدها بالعافيه واوعى مش بيبقى في نوع من الله هات وخد. انت عارف لما يكون هات وخد يعني كده تلاقي كده تلك تحس ان انت بتعمل حاجه فبتكون في متعه اكتر. فانت يا ست حاولي اغتصبي جوزك، ما دام هو مش راضي اغتصبيه حلالك، ما حدش هيقول له بتعمل ايه، ونهاريه هيلقى متعه احسن 100 مره من اللي بيلاها في الحمام. طبعا رجعت البيت هي نوره، فوجئت بجوزها قال لها انت فضحتيني، انت نزل فيها علقه محترمه. راحت عملت محضر في مركز الشرطه، وراحت عملت بقى رجعت لبيت اهلها عملت محضر بالخلع رقم 1000 عشان بس الناس برضو اللي بيشكك في حلقاتي. لا انا شوف مهما تكن حلقاتي فيها نوع من تناول الموضوعات فيها جرأة شوية بس في حدود الأدب وعدم الخروج عن الناموس الطبيعي، حملت رقم 1587 لسنة 2018. أهو اللي عايز يسأل اسم الزوجة نور، الزوج اسمه محمد، رقم 1587 لسنة 2018. يا جماعة لازم نستفيد، لو كل أم علمت بنتها تعمل إيه وكل أب علم ابنه يعمل إيه وما نسيبش ولادنا. اه مفيش حد صغير دلوقتي، التلفزيون بيعلم، الاصحاب بيعلموا، لا في بعض الشباب. انا وانا في الجامعه كنت بخجل جدا اتكلم في المواضيع دي، بخجل جدا ان انا ممكن ابص على واحده في صوره في مجله او اشوف فيلم. انا لغايه دلوقتي بخجل لما بشوف منظر ممثل مع ممثله بيبصوا بعض، بحس بالخجل جدا وبتكسف. اه والله بتكسف اهو. فمش لازم، انا والدي علمني يا ابني انت هتتجوز تعمل 1 2 لا حياة في العلم على فكرة، ده علم كبير. ده انت كده على فكرة انت بتتعلم علشان تصون نفسك وتصون زوجتك، ده بثوابه على فكرة. ما من رجل بياخد حقه وعلاقته الزوجية مع مراته بحلال ربنا الا يجار عليه. وراح للرسول قال له يعني لو انت كنت عملتها في الحرام مش كان ربنا هيحاسبك؟ قال له اي. قال له خلاص لما تبقى عملتها مع زوجتك في الحلال ربنا هيجازيك خير. انت بتعيب في مراتك وبتعيب في نفسك، مش عيب. اسال المتخصصين، اسال ابوك قول له انا اعمل ايه، انا مكسوف يا باي اعمل ايه. طب هتقول لي خلع كم، اعمل سوي سخ اعمل عادي، مش عيب، ده حلال ربنا، ده مراتك وعروستك ولازم تعرف كل حاجه. وهي امها تقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا، شوفي جوزك عايز ايه واعمليه، اساليه. الحته اللي تلاقيها بنتي مبسوط منها قرريها تاني يوم، الحته اللي تحس ان جوزك بيستمتع بيها اعمليها اكتر، الحته اللي لقيتي جوزك متضايق منها مش مستمتع بيها ابعدي عنها. هو ده المفروض عشان في الاخر ما يحصلش ضرب وفضايح وفي الاخر بتخلعه بعد جواز 3 شهور، دي فضيحه اكتر ليها ولجوزها. يبقى لو كنا علمنا اولادنا من الاول ازاي يتعاطوا الجنس في حلال ربنا ما كانش حصلت المأساة محاضر في الاسام بعد 3 شهور جواز وقضيه دخله. يبقى نعلم اولادنا ولا علمش اولادنا؟ لا حياة في العلم. انا بتكلم يا جماعه كده مش قصدي اجرح حد من اللي بيشوفني، بالعكس كل لازم يستفيد، الاب لازم يستفيد والام لازم تستفيد من حلقاتي، الزوج اللي مقبل على الزواج لازم، والزوج اللي بيفكر في الزواج لازم، اللي هو العريس والعروس لازم يعرفوا كل حاجه عن الجنس. اما هم متجوزين ليه؟ ما هو لازم يكونوا عارفين كل حاجه عشان هي تبقى سعيده وهو يبقى سعيد، مش يبص ويدخل للحمام وهي تبقى قاعده تغني ظلموه. ما ينفعش يا جماعه، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.